بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على حبيبنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الأعزاء، سعد الله مساءكم بكل خير، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الفني الإنشادي حديث الروح. أي حديث أفضل من مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ المدح جزء كبير من الإنشاد، برز وتألق فيه العديد من المنشدين والعديد أيضا من الشعراء معبرين عن حبهم لنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. مهما أنشدنا ومهما قلنا لن نبلغ حقيقة مقامه وشأنه صلى الله عليه وسلم. حديث الروح حلقة في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم، في ذكر خصاله وصفاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء، باسمكم أرحب بفرقة سماع، أهلا وسهلا بكم. أرحب بضيوفي الأكارم في هذه السهرة، بدأوا على يميني أستاذنا الفاضل أستاذ إسماعيل سعدي، إمام خطيب وشاعر، أهلا وسهلا بك أستاذ إسماعيل. أهلا وسهلا بك أستاذ طه وبالضيوف الأكارم وبالجمهور المستمع المشاهد. شكرا على حضوركم معنا في حلقة اليوم. أستاذ الفاضل أستاذ يوسف سلطاني، منشد ملحن والمشرف على فرقة سماع، أهلا وسهلا بك أستاذ يوسف. أهلا وسهلا أخي طه، بارك الله فيك، شكرا على هذه المقدمة الجميلة. الله يسلمك، شكرا جزيلا. المنشد الذي يتحفنا بصوته يحضر معنا من طلبة اتحاد الأرواح في طبعات سابقة، لطفي بن كحيلة، أهلا وسهلا بك لطفي. أهلا وسهلا أخ طه، مرحبا بكم في هذه الحصة التي اعتدنا أن نراها في قناتنا قناة القرآن. أهلا وسهلا بك، بصوتكم يزدان حديث الروح في هذه الحلقة، وبذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم سيكون حديثنا عن ذكره وعن مدحه وعن الحديث عن مدحه وعن الحديث عن خصاله وصفاته أيضا، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سيدنا إسماعيل سعدي، لنؤصل الموضوع ونتحدث عن مقصود بمدح المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، توجه إلى هذه القناة المحترمة بشكر الجزير على هذه الاستضافة، ونأمل أن يستمر إشعاعها ونورها وامتدادها إن شاء الله. كما أرحب كذلك بالأستاذ ذواق المحلق بنا في الآفاق، والأخ المنشد البلبل الصداح مطربنا في الليالي الملاح إن شاء الله. مدح النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه قرب من القربات، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من ذكر الله تبارك وتعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بعث الله نبيه، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام شاعرا حتى يعني يمدح نفسه أو أن يرد على خصومه ببلاغة، بل بلاغته ادخرها للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول في كتابه: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وفي سورة الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون. هذا الشعراء الذي يتبعهم الغاوون هم شعراء المجون، أما شعراء الحكمة والبيان فهم مستثنون من هذا الخطاب الإلهي في سورة الشعراء. ولذلك كثير من أهل الشعر والبيان والحكمة كان يقول عن نفسه: أنا شاعر بعد إلا، فهو مستثنى من الغواية الواردة في سورة الشعراء. وقد برز في الزمن الأول من أصحاب رسول الله سيدنا حسان
عليهم يا الله الرضوان كان يمدح النبي عليه الصلاة والسلام وأجمل منك لم ترى عين قط. فهذه الكلمة مشهورة عند العام والخاص، وهي في الحقيقة من جواهر الأدب ولآلئه. وكذلك عنده مقطع أكرم بقوم رسول الله قائدهم، إذا تفرقت الأهواء والشيع قوم إذا حاربوا ذروا عدوهم، وإن حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، إن الذوائب من فهر وإخوانهم، قد بينوا سنن للناس تتبع، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله بالأمر الذي شرعوا. فمسألة الشعر، شعراء النبي عليه الصلاة والسلام، حسان بن ثابت، عبد الله بن أبي بن رواحة، وكان أبو دجانة ينشد في قلب المعركة: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن. كانوا يقولون الشعر بقوافيه، وليس بدعا من العرب العاربة في ذلكم الزمان. وجاء رجل في الزمن الأول إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعتذر، وهو كعب بن مالك، كعب بن زهير. وهو قد توعده النبي عليه الصلاة والسلام في المتوعدين بالقتل، إلا أنه جاء بقصيدة في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وكان على ظهره رداء أي بردة، فأهداها هذا الرجل. وفي قصيدته بانت سعاد، فيها بيت هو إن الرسول هو فهو من أحسن ما قيل في شعر العربي في الأولين وفي الآخرين. وهذه البردة التي أهديت له لقاء مدحه للنبي عليه الصلاة والسلام، تدحرجت الأيام ومرت الأعوام والسنين والقرون، حتى وصلنا الإسلام مشعا عن طريق شعراء المغرب العربي الكبير، ومن بينهم الإمام البوصيري من خلال البردة، بردته. وبردة البوصيري سميت بالدرة اليتيمة، الدرة اليتيمة أو اليتيمة، يتيمة الدهر. لماذا؟ لأنه مدح فيها النبي عليه الصلاة والسلام ببيان منقطع النظير حتى عند الأولين، ثم لم يهدى له مقابلها بردة، ولو كان قد رآها في الرؤيا يعني. وقد رآها في رؤيا. ثم الإمام البوصيري رحمه الله بارك الله له في هذه الأبيات، وصارت ترددها الألسن وينشدها المنشدون، وطارت في دنيا الناس في الآفاق، حتى قلده كبار الشعراء. على نهجه كتب أمير الشعراء قصيدته الهمزية وسماها نهج البردة، وكذلكم الميمية المشهورة وليد الهدى الكائنات، اي هذه همزية. ثم عنده الهمزية وعنده نهج البردة، عنده الميمية نهج البردة هي الهمزية. نعم، ولد الهدى، فالكائنات الضياء وفم الزمان، همزية هذه. عنده نهج البردة، عنده الميمية، ريم على القاع بين الباني والعلمي، ريم على القاع بين الباني والعلمي، هذه نهج البردة. أحل سفك دمي في الأشهر الحرمي، هذا نهج البردة. كثير ما رددها، استسمعك الشيخ، ردد يعني المنشدون والفرق الإنشادية. لعلي سأعود إليك. إن دلت على شيء فإنما تدل على بركة طرحها الله عز وجل في هذه النصوص للإمام البوصيري، فصارت الأمة في المشارق والمغارب ترددها وتحفظها عن ظهر قلب. وكبار الشعراء عمالقة الشعر في الذوق، وعلى رأسهم الأمير شوقي رحمه الله، قلد وسلك نهج البردة ونهج الهمزية للإمام البوصيري رحمه الله. جزاك الله خير، بارك الله فيك، شكرا جزيلا أستاذنا إسماعيل. أستاذ يوسف، الإنشاد أو مدح الرسول صلى الله عليه وسلم في الإنشاد، هل يمكن أن يعتبر بأنه المديح هو يعني نوع من أنواع الإنشاد، أو خصص له يعني مكانة داخل الإنشاد والمنشدين؟ نعم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربي صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. بارك الله في شيخنا إسماعيل على هذه المقدمة التي ذكر فيها مجموعة كبيرة من الأشياء التي سجلها التاريخ.
في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونقلها وترجمها الشعراء في مدحه صلى الله عليه وسلم. طبعا الإنشاد إنما يعتمد أساسا على المضامين الدينية، وفي المضامين الدينية بعد الابتهالات والأذكار والأدعية هنالك غرض المدح الذي يشغل ربما نصف أو جل القصائد التي أنشدت في مدحه صلى الله عليه وسلم. ولعل الله سبحانه وتعالى يعني أمرنا باتباع سيدنا محمد واعتبارها القدوة والأسوة، فمن خلاله صلى الله عليه وسلم يعني نتعرف إلى 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 هذا الدين الحنيف على القيم السامية والمعاني الراقية. فمدحه صلى الله عليه وسلم يحبه الله عز وجل، وهو أمرنا بالصلاة عليه وباتباعه وبالاهتداء بسنته. هذا الموضوع شغل الشعراء، والكثير من الشعراء يتشرفون بمدحه صلى الله عليه وسلم، ونحن المنشدون وكل من يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويمدحه ويصلي عليه نتشرف جميعا بهذا الرجل الحبيب الذي أحبه الله عز وجل وبعثه وأرسله هداية للناس ومنارة للعالمين. نعم بارك أكيد. فمضامين الإنشاد كما ذكرت جل القصائد التي أنشدت ربما هي في هذا الغرض ألا هو مدح النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. كما ذكرتم المنشدون والفرق وحتى الأعاجم الذين أنشدوا بدأوا بمدح المصطفى صلى الله عليه وسلم. لطفي نستهل حديثنا معكم بوصلة فنية قبل نتعرف على الأعمال الفنية. تفضل. مشكورا مع الفرقة. جل الذي سواك يا مصطفى محلاك، يا مصطفى محلاك، أنت حبيب الروح، روحي يا سيدي فداك، روحي يا سيدي فداك. جل الذي سواك يا مصطفى محلاك، يا مصطفى محلاك، أنت حبيب الروح، روح يا سيدي فداك، روح يا سيدي فداك. جل الذي سواك يا مصطفى محلاك، يا مصطفى محلاك، أنت حبيب الروح، روح يا سيدي فداك، روح يا سيدي فداك.
أحسنت لطفي، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك وللفرقة على الأداء أيضا. لطفي، المسار الفني كيف حاله اليوم بعد حديث أو بعد حادي الأرواح المسابقة وبعد التنافس؟ أكيد الفرقة تنشطون مع الفرقة فنية لها كما ذكرتم باع طويل أو لبأس به في المسيرة الفنية. شكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة. بعد حادي الأرواح المسار الفني يبقى متواصل في فن الإنشاد، خاصة أنه كل المنشدين بطبيعة الحال لديهم فرقهم ينشطون فيها، لأن الفرقة تجعلك تمارس مهنة الإنشاد أو فن الإنشاد كل يوم، وتحكي فن الإنشاد في كل مسيرتين أو في كل حفل يقام. صحيح أنا منشد فرقة التراث لولاية سطيف، دائما مع جو التدريبات، دائما مع جو الإنشاد، دائما مع جو المشاريع القادمة في مجال الإنشاد وفي مجال الفن الملتزم كما نسميه، وفي إثراء مواضيع جديدة في هذا الفن الجميل. نعم، كل توفيق إن شاء الله. أكيد لكم يعني حيز كبير من الأعمال المحضرة المدربة داخل الفرقة في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم. صحيح، أخذنا بعد المدرسة أخذنا مفاهيم كبيرة حول الإنشاد، وأخذنا تجربة جيدة جدا فتحت لنا أفاق كبيرة في مسارنا الإنشادي، خاصة مع الفرق، لأننا أخذنا بعض المفاهيم إلى الفرقة وأصبحنا نعمل وأصبحنا نتداول مواضيع جديدة وأفكار جديدة في الإنشاد طيلة المسار الذي بدأنا به في هذه الفرقة. ومن بين أهداف البرنامج طبعا حادي الأرواح والمسابقة أنه يلتقي كثير من الكفاءات مختلف مناطق هذا الوطن، يعني شرق غرب شمال جنوب، ليكون هنالك تبادل للطبوع يعني الفن الهادف والملتزم. وأكيد هذا ثراء بالنسبة لكل منشد. شكرا جزيلا أستاذنا الفاضل أستاذ إسماعيل السعدي، كما ذكرنا كتب كثير من المدح في الشعر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحفظون كثيرا منه وكتبتم أيضا في هذا المجال، لو تسمعنا ما تشاء من الشعر. يا أخوي نسمعك العمي شوقي الأمير الشعراء. أنا والله غير أستحي أذكر في مدح النبي عليه الصلاة والسلام أمام شوقي عليه الصلاة والسلام أو أمام غيره من أهل الذوق. ولد الهدى، وقبل أن نتطرق لكلام شوقي هناك بيتين من الشعر الصادق القليل يتمثلهما كل مسلم في حياته، ولا أحب أن أذكر القائل لأن كلنا القائل، لأن كلنا يتذوق هذين البيتين ويشربهما ككأس عسل مصفى. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس. فهذا الإحساس يترجمه المسلم في مشاعره، وهذه الأبيات صادقة، ونحسب أن قائلها قد صفح الحقيقة بسويداء قلبه. الهمزية التي نهجها الإمام، التي نهجها أمير الشعراء شوقي على نهج الإمام بوسيري رحمه الله، ويد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء، إلى أن يقول المصلحون أصابع جمعت يدا، هي أنت بل أنت اليد البيضاء، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا أخذت العهد وأعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء،
وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء عرش القيامة أنت تحت لوائه والحوض أنت حياله السقاء. هذه الأبيات يعني يتشربها الإنسان بسويداء قلبه محبة للنبي عليه الصلاة والسلام. ودائما أطرب وأردد على منبر الجمعة وفي غير الجمعة لجمع كلمة الأمة أبيات حسان: أكرم بقوم رسول الله قائدهم، إذا تفرقت الأهواء والشيع قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم وإن حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، إن الذوائب من فهر وإخوانهم قد بينوا سننا للناس تتبعوا، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله بالأمر الذي شرعوا. ما شاء الله، بارك الله فيك أستاذ على هذه استحضار هذه الأمثلة الرائعة والراقية في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم. أستاذ يوسف، هل المنشد اليوم يختار مثل هذه النصوص الرائعة والراقية في مدحه صلى الله عليه وسلم؟ وقدم لنا نماذج هكذا متداولة كما ذكر الأستاذ قبل قليل عن النهج أو بردة البصيري رحمة الله عليه وغير ذلك من النماذج المتداولة في في عالم الإنشاد. نعم فعلا، هو الإنشاد يغترف من هذا المعين أو يغرف من هذا المعين الصافي، هذا المعين الذي تسابق فيه المادحون ولم يصلوا إلى قيمة وإلى عظمة هذا النبي الحبيب عليه الصلاة والسلام. فتنفس المادحون يعني منذ زمن بعيد، وهذه القصائد يعني أنشدها المنشدون في الزوايا، وشيوخ الطرق قد اختاروا منها وقد قدمت في المجالس على مدى يعني قرون كثيرة. في هذا الزمن نحن يعني في عالم الإنشاد يعني حاولنا أن نأخذ من هذا المعين، و يعني قصائد مثل القصائد التي ألفها الشيخ البصيري مثل ما ذكر شيخنا الفاضل من الهمزية والبردة وغيرها، القصيدة المحمدية محمد سيد محمد يعني سيد الكونين والثقلين، القصيدة المحمدية هناك قصيدة أخرى نعم، سيد الأعرابي والعجمي محمد خير من يمشي على قدمي إلى غير ذلك. كذلك قدم قصيدة سأنشدها بعد قليل: الصبح بدأ من طلعته عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة للبصري، وقد ذكر أستاذ إسماعيل أن الكثير من الشعراء حاولوا أن يقلدوا البصري، منهم أحمد شوقي رحمه الله في بردته أو على نهج بردة البصيري، الهمزية إلى غير ذلك من القصائد العصماء التي غناها حتى المغنون. سيدة أم كلثوم تغنت بنهج البردة: ولد الهدى في الكائنات ضياء، كذلك التي هي الهمزية. أيضا سلوا قلبي غدا تسلى وتابا في ذكرى المولد، أيضا قصائد أخرى كثيرة يعني مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولحنت يعني بألحان راقية جدا، وقد يعني تلقفها المنشدون فأعادوها في مجالس مدحه صلى الله عليه وسلم. ولعل المنشدون أيضا يعني كانت لهم محاولات في المدح مع ثلة من الشعراء، وهذا والمدح يعني قد أخذ أشكال كثيرة جدا من القصيدة إلى المشحي إلى المواويل وكل القوائل الغنائية والإنشادية التي نعرفها اليوم. نعم، تفضل نستمع إلى الصبح وبدا. نعم. Oh,
أنتم وأجدتم. شكرا جزيلا أستاذ يوسف السلطاني، والشكر موصول إلى الفرقة على أدائها. أستاذنا الفاضل أستاذ إسماعيل سعدي، ما هي صح تعبير المواضيع التي تشملها مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هل في أغلب هذه القصائد يعني تركيز على صفاته صلى الله عليه وسلم، على خصاله، أم هو يعني حديث عن أخلاقه وعن سيرته بين صحابته صلى الله عليه وسلم؟ المدائح التي تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة هي مستلهمة من القرآن العظيم ومن سنته عليه الصلاة والسلام. هو منع من قول الشعر لكي لا يتهم بأنه شاعر، وقد قيل في بداية البعثة، لكن الله عز وجل لم يجعله شاعرا في دنيا الناس، وإنما جعله نبيا ورسولا، ويبلغ الرسالة بالأخلاق، بالصدق وبالأمانة وبالقيم والشمائل المعهودة فيه، التي ألف فيها أهل العلم، ومن بينهم الإمام الترمذي رحمه الله، بشمائل المحمدية، ويحلو للكثير من أهل العلم أن يشرح هذا الكتاب. ولكن أرباب الذوق والبيان من خلال الشعر يذكرون هذه الشمائل ماثلة في قصائدهم، كما رأينا الإمام البصيري في البردة التي استهلها بقوله الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم، من تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، إلى آخر القصيدة الممتعة الماتعة التي تستطيبها الأذواق الراقية وتحتضنها القلوب بأشواق. المدح في النبي عليه الصلاة والسلام في الزمن الأول كان يقابل هجاء المشركين، وحسان عليه من الله الرضوان كان يتصدى لهؤلاء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه ذلك ويقول له: أهجهم وروح القدس معك، أوجهم، فإن هذا أشد عليهم من وقع النبال، أشد على المشركين من وقع السهام في صدورهم. فكان هذا الشعر، السيل من الشعر، سلاح للدعوة، وكان يصف المواقف ويميط اللثام عما يريد المناوئين للدين في الزمن الأول من خصوم الإسلام، أي يلحقه بما ليس في النبي عليه الصلاة والسلام وبما ليس في دين الله تبارك وتعالى. فكان الرد يأتي عن طريق بلاغة العرب من خلال شعراء الدعوة الإسلامية، واشتهر في الزمن الأول سيدنا حسان، وكان شاعر الإسلام الأول، ثم ظهر عبد الله بن رواحة وغيرهما، ثم برز كعب بن زهير، ثم برز سيدنا علي رضي الله عنه، وله قصائد قيمة في الذود عن حمى الدين وعن مكارم الأخلاق وعن شمائل النبوة وعن فضائل الأعمال في مجتمع المسلمين. ولكن الشعراء في المدح يسلطون الضوء قويا على شمائل الحبيب، على شمائل النبي الأكرم والمعلم الأعظم لهذا الكون. نعم، نستمع إلى قصيدة تختارها عفوا. أنا نحب نختار من عند الأمراء. نعم. من عند الأمير شوقي. هذا صراحة عندما أقرأ له أحس على أنني أقرأ لبحر لا ساحل له. نعم. نذهب إلى الهمزية. يقول شوقي رحمه الله، نهج البرجة ولد الهدى، فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. فهذه فلتة. وشوقي في الحقيقة عندما نقرأ له
ندرك أننا أمام بحر لا ساحل له من المشاعر، وحتى في علوم الآلة بالنسبة لبلاغته متعلق ببلاغة الكلمة وكذا، يقول كلاما عجيبا: ريم على القاع بين الباني والعلمي، أحل سفك دمي في الأشهر الحرمي. هذا أسلوب درجة العرب قديما على 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 التأليف فيه، فسمي بماذا؟ سمي في الشعر بالأطلال. وما معنى كلمة أطلال؟ يقف الشاعر على بيت محبوبه فيقول شعرا وينشد قصيدة ويستهلها بأطالية، كما فعل في الزمن الأول عنترة حين لقوله: هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد ترى. أو امرؤ القيس حينما قال: قفا نبكي لذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. هذا شوق استهلها بأطالية فقال: ريم على القاع بين الباني والعلم، أحل سفك دمي بالأشهر الحرم، إلى أن يقول: محمد صفوة الباري ورحمته، وبغية الله من خلق ومن نسم، وصاحب الحوض يوم الرسل سائلة، متى الورود وجبريل وجبريل الأمين ضمي، سناؤه وسناه الشمس طالعة، فالجرم في فلك والضوء في علم، قد أخطأ النجم ما نالت أبوته من سؤدد باذخ في مظهر سنم، نموا إليه فزادوا في الورى شرفا، ورب أصل لفرع في الفخار نمي، حواه في سبحات الطهر قبلهم نوران، قام مقام الصلب والرحم، لما رآه بحيرة قال: نعرفه بما حفظنا من الأسماء والسيم. إلى آخر ما كتب شوقي عن الحبيب المصطفى عليه الصلاة وكذلك والسلام. يعني إذا أردنا نتحدث عن المدح، ليس يعني علماء البلاغة من يمدحون النبي عليه الصلاة والسلام فقط بأشعارهم، وهناك الشعر الشعبي الملحون عند الفلاحين. نحن في قريتنا هناك شعراء تخصصوا في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام. كان جار لي يقول دائما: قصائد أعجب من بلاغتها في شعره الشعبي. فمثال ذلك قول أحدهم: يا محمد يا شباحي، شمسك لاحت، شمسك زجت في مراحي من فوق من سبع سماوات. فهو يعتز بالنبي عليه الصلاة والسلام ويصف نوره بالشمس في شعر شعبي بسيط ينم عن ماذا؟ عن حب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو القصد من المدح، بيان حب النبي عليه الصلاة والسلام، بيان قدر الرسول صلى الله عليه وسلم، بيان شمائله، بيان أخلاقه، ويركزون في الأخلاق على صدقه، على أمانته، على إخلاصه، على وفائه، ويركزون على مواثيقه في حله وفي حرمه عليه الصلاة والسلام. شكرا جزيلا، أطلعتنا على كثير من يعني الأفكار القيمة فيما يتعلق بمدح المصطفى صلى الله عليه وسلم من قبل كبار الشعراء كما ذكرتم أحمد شوقي وغيره كثيرون. سأعود إليكم سيد إذا كان إضافة. أحب في هذا شيء ربما خفت ننسى. لكل المنشدين، كل من يحب مدح النبي صلى الله عليه وسلم وهذه القصائد العصماء، عليه أن يرجع إلى مرجع مهم، ألا هو المجموعة النبهانية في مدح خير البرية. هذا الشيخ الكبير والفاضل يوسف النبهاني الذي توفي فيما أظن في بداية القرن العشرين 1901 أو 1900، هو من غزة، وقد جمع تقريبا كل ما وجد في المدونات وفي الكتب التي سبقته في مدح النبي صلى الله عليه وسلم في مجلدات ضخمة عنوانها المجموعة النبهانية في مدح خير البرية، والذي نبهني إلى هذا المرجع المهم هو الشيخ محمد أمين ترمذي. الشيخ المنشدين الشيخ الفاضل رحمه الله، حفظه الله ورحمه الدنيا وآخرة إن شاء الله. بالنسبة للشيخ يوسف النبهاني أود أن نضيف هذا الأمر، هو كذلك شاعر مجيد ومكثر، وقد وضع يعني في تعليم الأبحر الشعرية وفي الأوزان الشعرية نظم لكل بحر حتى يعني يستخدمه الطلاب في 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 حفظ عفوا الأوزان والكتابة بها. لعلي أذكر آخر هذه المقاطع التي هي في بحر الخبب أو البحر أو المحدث
كما يسمى. لكن الشيء الجديد الذي قدمه من 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 فرط حبه للنبي صلى الله عليه وسلم نظم هذه المفاتيح تاع الأوزان، نظمها في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: الفضل تقاسمه الرسل، والخير بأحمد مكتمل، فعل 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 فعل، وله خببا تغدو الإبل. نعم، وكل الأشياء التي نظمها جميلة جدا يعني وممتعة، و بارك الله فيك. وأدعو الجميع إلى إلى نعم إلى إطلالة على هذا الشاعر الكبير. شكرا على هذه الالتفات المهمة جدا. نحن نرجو من خلال حديث الروح أن يكون المنشدون لهم مصادر قيمة وراقية وبليغة في مجال الشعر ينطلقون منها للإنشاد، أمثال ما ذكرت وذكر الأستاذ من كبار الشعراء والمدح. أيضا تفضل لطفي، أمتعنا بأصلا أو بموال برفقة الفرقة، تفضل. إذا المدح انتهى شرفا فحاشا، فكلما لي لمديحك انتهاء، صلى عليك الله في السبع العلا، صلى عليك الله في السبع العلا، ما لاحت الله عليه وسلم.
وسلم. أحسنتم، شكرا جزيلا لطفي، بارك الله فيك على هذا الأداء الجميل. سيد يوسف السلطاني، في دور المنشدين، دور مداح الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة في عصرنا وفي المراحل أو سنوات سابقة حينما تعرض رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى من انتهك حرمته، يعني ببعض الرسومات أو شيء من هذا القبيل، أكيد كان لهؤلاء المنشدين دور في هذا الأمر، كيف ترون يعني دفاعهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هم في الحقيقة هم لم ينالوا ولن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قول الله تبارك وتعالى إنك كفيناك المستهزئين. بالضبط، هذا ما كنت أود أن أقوله، فالله سبحانه وتعالى حماه وسيحميه، وكل من سولت له نفسه يعني بذمه فهو المذموم. هذا أمر مفروغ منه، ومشكور كل من كتب ولحن وأنشد وخاطب في الدفاع بالذود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يعني هذا أمر يعني كما احنا نقول بدرجة عنا بلم زيد حتى واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم تاج راسنا وقدوتنا وأسوتنا، فالذي يدافع عنه إنما يدافع عن عقيدته ويدافع عن الشيء الذي عن الأمر الذي هو أمر يعني صح التعبير أمر يعني مفروغ منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني فوق كل هذه الاعتبارات وفوق كل هذه التهم الباطلة، ولكن عرفنا نحن يعني فرحنا لما شفنا تلك الموجة الهادرة التي جاءت يعني في القنوات وفي في في الصحافة في الإنشاد في كل هذه حتى المسلمين الأعاجم. أكيد نعم، حتى من المسلمين الأعاجم فعلاً بالعكس، هم من كانوا يعني نعم. يعني في 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 الوجهة، ربما هم كانوا في المقدمة، لأنهم كانوا ربما يعني يستمعون إلى هذا الأمر يعني بأذانهم مباشرة. فربي يجازي كل واحد إن شاء الله يعني قام بهذا الدور يعني. نعم، هو طيب. دور مهم طبعا للمنشدين في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا أستاذ يوسف. أستاذنا، استمعنا إلى منكم إلى عديد القصائد ولعديد الشعراء، نستمع إلى قصيدة من نظم أستاذنا أستاذ إسماعيل، لعلها من آخر ما كتبتم أو من أواخر القصائد التي كتبتم. أنا نحب نضيف فقط لما قاله أستاذ سيدي يوسف، الله يبارك فيك، سلطان المنشدين في هذا المنتدى وهو سلطاني. نعم، المديح بلغة العرب انتقل الآن باللغة الحية. نعم، وقد برز في المنشدين الأستاذ يوسف إسلام بالولايات المتحدة الأمريكية، وبرز ببريطانيا الأستاذ سامي يوسف، خاصة من خلال الأنشودة المشهورة تيتشر، يعني معلم تيتشر. نعم، معلم. فهذا حاجة راقية، ذوق عالي، سمو. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يذودون عن حمى. وحتى يوسف إسلام باز في بريطانيا، لأنه بريطاني باز بلغة قومه. نعم، وهي آية من آيات الله تبارك وتعالى. أنا عندي قصيدة، آخر قصيدة ألفتها، تحوم حول حب الحديث النبوي الشريف. نعم، وختم موطأ الإمام مالك، شيء عظيم في الجزائر، تحفيظا وشرحا وتفسيرا. نعم، على مدى 10 سنوات بمسجد الفتح بباب الواد. وفي الحقيقة هذه القصيدة دعاني إليها الشعور بالمحبة والجو الذي وجدته مفعما بالإخاء. بالإخاء دون ما حزبية ضيقة أو فكر معين، لا لون فيه ولا طعم فيه إلا لحلاوة الإيمان. فيعني أعجبني ذلكم الجو، وخصوصا أن الشيخ الذي شرح الموطأ هو زميل لنا في قطاع شؤون الدنيا والأوقاف، ورجل فاضل اجتمعت به في بالمدينة المنورة لأكثر من موسمين، وبمكة كذلك. ولما ختم موطأ يعني كنت من المدعوين، وقد ألقيت في ذلكم الحفل 6 أبيات من هذه القصيدة. نعم، لأن كانت مشروع، كانت فكرة، ثم بعد ذلك وعدت الشيخ بأن أكملها، وها قد أكملتها منجزا لهذا الوعد بإذن الله عز وجل. نعم، وقد عنوتها ولنا شرف سماعها. إيه، حائية الكريم
حائية الكريم إلى حلقة العلم الشريف رواح، إلى حلقة العلم الشريف رواح، ومجالس الذكر الحكيم فلاح. يا أيها الغادي إليها مشمرا، قصدت روضا مسكه فواح، يحدوك فهم للحديث موطأ، جمع العقول بالنقول صحاح. أبشر حباك الله بين عباده، فضل عظيم ما له إفصاح. أكرم بشيخ نابه ومعلم، يزينه درس بالتقى نضاح. إذا افتتح الحديث مبسملا سبق الشذا وتجملت أرواح. يمتاح من نبع الهداية ورده، ويبث في الأذهان ما يمتاح. رجاحة عقل وامتلاك عزيمة، ومن المواهب فطنة وصلاح. نور الوقار وحكمة واعظ، هدي النبي للكريم سلاح. يستقبل الوجل الكبير بشوقه، يستقبل الوجل الكبير بشوقه إلى الحبيب ودمعه سحاح. إذا طلب اللبيب بيانه وشكى إليه بعلة تجتاح، كشف المغطى من بلاغة لفظه ليزول ريب بالهوى نزاح. إن الأصيل أصيل في توهجه، إن الأصيل أصيل في توهجه، كأنه المشكات بها مصباح. يزيل الغموم بنظرة عارف، طلق المحيا بالسنى لواح. يحيط الكتاب بخالص حزمه، لسان صدق لا يعتريه مزاح. يستنطق الألفاظ يبعث شجوها إلى المريد بلبل صداح. يستبطن الخير العميم لأمة، يستبطن الخير العميم لأمة قد أثخنتها بالدروب جراح. يستقبل العدو، يستقبح العدوان، يستقبح العدوان يمقت أهله حتى تطيش للبغاة رماح. ختم الموطأ بالربوع أئمة هم الفقهاء لغيرهم شراح. الأول طاهر وبالعالم باي، مع الكنتي كريمنا مفتاح. نفع الجزائر بالمعارف حيثما حل الكرام تعاقبت أفراح. ساق السعادة للعباد ببذلهم، ساق السعادة للعباد ببذلهم، إن السعادة رفعة وسماح. فإذا المساجد بالجهود منيعة قد عمها بالمصلحين فلاح، قد عمها بالمصلحين نجاح، قد عمها بالمصلحين نجاح. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. نختم بالنجاح وبالفلاح، نسأل الله أن يجعلنا من المفلحين ومن الناجحين دنيا وأخرى. شكرا جزيلا لكم سيدنا الفاضل سيد إسماعيل سعدي على حضوركم، على هذه الطلة الجميلة، على هذا الكلام الراقي. شكرا جزيلا سيدنا الفاضل أستاذ يوسف سلطاني على الحضور والأداء وعلى الإشرافي على فرقة سماع، مشكورة أيضا على أدائها وعلى تميزها أيضا. شكرا للطفي بن كحيلة المنشي الحاضر معنا، نرجو لك كل التوفيق في المسار الفني. بعد قليل نختم بوصلة فنية مع الفرقة. مشاهدين أعزائي، لهنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، نرجو أننا قد نلنا بعضا من إعجابكم وقد ساهمنا في رفع أذواقكم في مجال الفن والإنشاد. مدحنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، سأل الله تبارك وتعالى أن يأجرنا على هذه الحلقة بهذه الوجوه النيرة التي شاركت معنا في هذه السهرة.
شكرا لكل من تابعنا، شكرا للفرقة التقنية أجدي بكل أعضائها الذين بذلوا جهدا كبيرا في هذه السهرة لإخراج هذه الحصة، شكرا للزميل سفيان ديب وللزميل حمزة، تحيات المخرج نزيم قايدي. إلى هنا نأتي إلى نهاية برنامج حديث الروح، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأشواق هذا الحبيب مزاجه الأشواق في حب النبي في حب النبي فكلنا عشاق صلوا يا الأخوان على النبي بحر الجود أعطاه الله الكوان ودب مقام المحمود صلوا يا الأخوان على النبي بحر الجود أعطاه الله الكوان ودب مقام المحمود صلوا يا الأخوان على النبي بحر الجود أعطاه الله الكوان ودب مقام المحمود بالما خلقت الانفاس قولت سيدنا يا ناس اشرب وتخصص بالكاس من بحر الله الموهوب بالماء خلقت الانفاس قولت سيدنا يا ناس اشرب وتخصص بالكاس من بحر الله الموهوب صلوا يا الاخوان على النبي بحر الجود اعطاه الله الاخوان وعدوا بالمقام صلوا يا اخوان
للنبي بحر الجود طه الله رضوان وعدوا بمقام We'll be right back.